كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. معنا شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مريض بالتوحد، تفضل. السلام عليكم، أنا اسمي إدريس لومبر وأنا عندي 24 عام وأريد أن أحصل على الماستر ثم أحصل على سكن الدكتوراه. عود لنا كيفاش تجوزتي الابتدائي أولا والإعدادي ثم الثانوي ثم الجامعة، ما شاء الله. كنت في الابتدائي، كنت كنقرا في الابتدائي، كنت جبت السادس. قرات الاعدادي، دخلت الاعدادي، كنت كنتعرض للتنمر في السابع وفي التاسع، حيت واحد الاستاذه في التاسع، واحد السابع كانوا عندنا اساسيته صعابين، واحد الاستاذه ديال الماط في السابع كتقول لي الله، واحد الهضره كتقول لي الله نعلي ربك. وفي التاسع كنت هذه الاستاذه في السابع وهذيك في التاسع واحد الاستاذه لحت لي الشنطه قدام التلامذ، يعني كنت كتعرض للتنمر. طلعت للثانوي، الثانوي كانوا الاساسيه مزيانين. طلعت للجامعه كتعرف عندك ملي كتمشي للاداره تبغي تسجلي في مدرسه ولا شي حاجه، هادي ما كايناش. حكيت لنا قبل قليل على واحد الطريقه وقعت لك اليوم، ممكن تعاودي لنا؟ اليوم مشيت نقدم واحد الشكايه، قال لي ولدك مريض على الشبكه. علاش بينتي في التواصل الاجتماعي واش انت كتعاودي؟ هذا مسؤول، هذا مسؤول قال لك ولدك مريض ما خصكيش تبينيه. ولدك مسؤوله الشريفه، علاش تبينيه في التواصل الاجتماعي وعلاش تبيعي؟ اذا انت كتصعيبي، ماشي غير السيد كيصعيبي. ولكن علاش مشيتي؟ خصنا نشرحوا للناس علاش مشيتي. واش انه كانت عنده شي صفحه في فيسبوك او في يوتيوب او في تيك توك باش انك اضطريتي؟ واش شي واحد سرق له الصفحه ديالو او سرق شيته كامله؟ انه تي كما تنقولوا تيسعى به ولا تيحاول يكسب به بزاف ديال. دابا هو سرق السميه كامله، سرق سميتو، سرق تصاورو، سرق الصفحات اللي كيديرهم على حسابه هو. هذا السيد مجهول. انك انت تقدمتي بشكايه؟ تقدمت بشكايه لان انا ما كنسعاش وعندي صفحه وحده اللي كاينه وكل شيء غير وهمي، يعني صفحات اخرين كلها وهميه. وشنو قال لك هذا المسؤول؟ هذا المسؤول كما قلت لك قال لي ولدك مريضه الشريفه، علاش انت دخلتي في التواصل الاجتماعي؟ علاش بينتي في التواصل الاجتماعي؟ ما خصوش يبان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، رغم اننا نحن كنا مسلمين وكنا تنشهدوا بلا اله الا الله وتنعتزوا بالملك ديالنا وتنعتزوا بالوطنيه ديالنا. شنو هي الرساله ديالك للناس والمسؤولين؟ الناس والمسؤولين ان يحترموا هاد الناس هادو ويحترموا الناس اللي عندهم التوحد. اي اعاقه كيف ما كان شكلها فهي كتبقى مواطن مغربي، وكيبقى ولد محمد السادس، وحنا كلنا ولد محمد السادس، قوله لا يخطئ علينا سيدنا. رغم ان احنا عارفين كاين الحقوق، عندنا الحق وعارفين سيدنا راه داير لينا الحق، ماشي ما عارفينش. احنا عارفين واخا ما عارف امين، ولكن عاد تبعين خطوه بخطوه بسيدنا. شنو المطلب ديالك من الابن ديالك اللي سمعنا انه باغي الماستر؟ انا كنطلب ان بغيت ولدي يتعاون، يعطيوه الماستر ديالو ويعطيوه الدكتوراه ديالو، هو كحاله خاصه، يعني ما الحاله ديالو ما كتسمحش انه يخدم بالاجازه. يعني هذا هو الطلب ديالك؟ هذا هو الطلب ديالي، هو ناخذ يعطوني الماستر ويعطوني الدكتوراه ان شاء الله. والان تنقولوا شكرا وتنقولوا لجميع الناس ان جميع صح اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه هم منا وحنا منهم.